نبتدي بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا المتعلقه بالرياضات العالميه المختلفه، والبدايه هتكون مع ان انا لسه بقول لكم عالميه، بس البدايه هتكون مصريه 100%، لاننا هنبتدي برياضه يمكن اكتر رياضه بجد المصريين متسيدين فيها، اكتر رياضه المصريين هم اللي فعلا الاسماء الاهم والاوائل على مستوى العالم في هذه الرياضه، رياضه الاسكواش، حيث واصل المصنف الاول عالميا لاعبنا المصري علي فرج واصل الهيمنه على بطولات رابطه محترفي الاسكواش بعد ما تغلب على منافسه المصري ايضا يعني مازن هشام في مدينة هيوستن الأمريكية في نهائي بطولة هيوستن المفتوحة، وفاز علي فرج بالمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحقق بكده فوزه رقم 25 بلقب بطولة أو برقم أي بطولة عموما تابعة للرابطة، كمان ده فوزه التاسع على هشام مازن في إجمالي 10 لقاءات جمعت ما بينهم. تعالوا نشوف جزء من المباراة. Three all. Right box, right, right box, right box, and out, 310 championship ball. Down, 11-3, match to Farag, 3-1, 11-6, 8-11, 11-7, 11-3. حاجة تفرح وتشرف. شوفي حضراتكم احنا بنتكلم على ايه، بطولة هيوستن المفتوحة للسكواش واللي وصلوا فيها للنهائي اثنين مصريين، يعني الاول والثاني في هذه البطولة اثنين من لاعبتنا المصريين. بنتمنى طبعا ان هم يوصلوا التألق، وبنتمنى كمان ان الرياضات الثانية كل الرياضات المختلفة المصريين فيها يبقوا على نفس القدر من النجاح والتألق والتميز.